خلينا طبعا لما اتكلمنا على الارقام واتكلمنا على هيمنه الكره المصريه على البطولات الافريقيه السنه دي، وزي ما هن النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي هنأوا نادي الزمالك في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، نادي الزمالك يتقدم نادي الزمالك النهارده ومجلس ادارته برئاسه الكابتن حسين لبيب بالتهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره واعضائه بمناسبه فوز الفريق الاول لكره القدم بلقب بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا تهنئه من نادي الزمالك وسبقه تهنئه من مجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك بمناسبه الفوز بالكونفدراليه، ونتمنى كده دايما كل سنه الكره المصريه هي اللي تهيمن وتسيطر على البطولات الافريقيه. نتمنى ان النادي الاهلي كل سنه يبقى بطل ابطال الدوري، نتمنى النادي الزمالك يشارك في الكونفدراليه كل سنه ويمثل مصر في الكونفدراليه، ونتمنى دايما الافراح للكره المصريه حتى بعد كده. السوبر السنه دي السوبر الافريقي مصري ان شاء الله ان شاء الله، يعني مش عايزين نسبة الاحداث، انما السوبر مصري، وباذن الله يكون السوبر اهلاوي.